السلام عليكم شباب صبايا، يعطيكم العافية. شو أخباركم؟ طبعا إن شاء الله اليوم بدنا نشوف ال how to solve the homework of day 1 تبع week 24 plus ال homework of day 3 تبع كمان week كمان 24 كمان تبع week 24 مثل ما اتفقنا. Before starting and solving the homework, let's remember some points. First of all, طبعا مثل ما بتعرفوا إذا عندي system of two equation, if we want to solve it not graphically, عم نحكي solve, عنا three methods ما قال graphically. ممكن نشتغل elimination, comparison, substitution. يعني for example, if you can notice بالنسبة للpart one that the this term is arranged in the form x y equal constant. فالأفضل مسود عندي أنا هون to solve this system by elimination method. You can multiply by minus 5, 3 and solve the system. Or you can eliminate y by multiplying 3, 2. طبعا بدون minus أنا عندي ال plus minus. هلا إذا بنشتغل comparison أو substitution بال part 1 طبعا هون بدها تصير شغلة أصعب لأنه بدنا نعمل arrange ونطلع y equal. وإذا عم نشتغل comparison بدي أرجع أطلع y أو ممكن تطلعوا x وتحطون equal لبعض. فعشان هيك نحنا لازم نكون منتبهين للسيستم للفورم تبعه وكيف بدنا نشتغل فيه. مثلا اذا بطلع على بارت 3 طبعا بتلاحظوا واي واي، فهون بنفضل بدل elimination comparison دغري بقول واي equal واي and you can find the solution of this system. هلا 2 4 واضحين منهم الرينج منهم واي equal او اكس equal، فهون انتم الخيار لكم تختار المثل اللي بدكم اياه. طبعا ممكن الاكثريه يقول انا بس بعمل لها ترتيب بصير minus 9y equal 0 والسكند equation مرتبة وساعتها أفضل شي by elimination method. وسيميلارلي لمين؟ لل last part كمان إذا أنا بطلع عليه مظبوط كمان the same idea. شغلة تانية بدنا نقول عليها، أنت بتعرف solution لأي system. مثلا هون طبعا هيدا system بدنا نعدل عليه، طبعا فيه مشكلة لأنه إذا مش graphically usually the solution بده يطلع انتجر عدد صحيح. هلا المهم بس هيدي اذا بدي احلها بالالمنيشن يفترض يطلع ال x2 ال y3. طبعا هيدا نحن عم نحكي solution by show by showing steps اللي هي بنضربه بنجمعه. وهي مثل ما بتعرفوا 2 3 هي على form point x y، فلازم كمان نعرف ونحن هذا قلناه خلال الحصص انه كل equation هي عبارة عن line لانه فيها y و x، وانتو بتعرفوا اللاين هو عبارة عن y equal ax plus b. فمثال فيها y و x نحن بنعرف فيها بتكون oblique line. هلا اذا كان اختفى واحد منهم ال y او ال x مازال ما في باور هي بتعتبر linear، كمان بتكون line بس بيكون special line horizontal او vertical. فالخلاصة مازال انا عندي هيدا line وهيدا line كجرافيكال هلا عم نحكي، معناته solution graphically هو intersection point between these two lines. هاي هي بالنسبة لموضوع graphically. طبعا graphically منا مهمة كتير بالsystem of equation بس هي مهمة باللines and coordinate system لأنه ساعتها نحن قادرين نشوف اللاين graphically ونشوف الintersection point and we can find the intersection point by calculation. خلينا نبلش بالسؤال الأول. طبعا بقول لي solve the system graphically. طبعا اتفقنا graphically يعني you have to draw، ومثل ما بنعرف to draw a line نتذكر you have to take for x0 or for x1 or for x2 now انتو which is enough two point، يعني بتاخذوا اي two values ممكن x0 x1 وطلعوا اساسا الواي وبصير عندنا point 1 or second point وتزنف. هلا بالنسبة لموضوع ال x0 or x1 انتو حرين فيكم تاخذوا 2 و 3 بس ما نكبر الايام لانه صعب نرسم مثلا x10. x10 يعني انا بدي يصير عندي سيستم بدي مده لتوصل لل 10 وبعرفش قد حيطلع معي ال y، فكرمال هيك ما بنختار ايام. تخيل تاخذوا x20 بقدر اخذ x20 بس وين بدي اعين 20؟ فهي مشكلة موضوع ال taking particular point. فاذا على طول خذوا particular point بحيث يكونوا يمون صغيرة حتى اقدر ارسم. فاذا اول part to draw graphically لازم نعرف انه we need a system of equation of axes اللي هو x x prime
معناتها واي برايم ونتذكر انه هيدي انترسكشن بوينت وبكسيت هي الاوريجن. واتفقنا انه حنعدل بالسيستم ل 19 لانه بالجيفن سيستم هذا المعطى معنا بالهوم وورك اللي كان موجود بالكتيب فيه مشكله حيطلع ديسيمال نمبر حيطلع فيه بوينت فعشان هيك صعب نقدر نحددها. يعني تخيل يطلع معي 2 فاصلة. طب قد ايه 2 فاصلة؟ قد ايه؟ ما حقدر حدد. فعشان هيك عدلنا السيستم. طبعا اتفقنا to draw these two lines او to find the solution graphically we need to draw the first line والسكند لاين والسوليوشن هي الانترسكشن بوينت. طبعا بنيجي بناخذ الاول لاين واتفقنا to draw each line we need particular point. حناخذ 4x0 ونعوض بصير 3 times 0 minus 2y equal 0. طبعا هيدي راحة يعني minus 2y equal 0 يعني الy equal 0 over minus 2 يعني equal 0 لأن 0 عيادة 0. فال first point هي 0 0. بنرجع similarly بناخد second point 4x equal طبعا 1 or 2 or minus 1 اللي بدكم اياه. I see 3 times 1 minus 2y equal 0 يعني minus 2y equal minus 3 لأن إذا ما أخذ هاي لهون يبدأ يصير minus 3 يعني الواي equal minus 3 على minus 2 على المضروب equal plus 3 over 2 اللي هي 1.5. بس second point 1.5. طبعا to draw اللاين حناخد أول point وتاني نقطة 1.5 وساعتها بدنا نعمل join. طبعا إذا وصلنا النقطتين بنحصل على أول لاين. نيجي للسكند لاين اللي هو 5x plus 3y equal 19. similarly to draw this line we need particular point. حناخد 4x equal 0 يعني بده يصير عندي 5 into 0 ذكر عم عوض محل x plus 3y equal 19 يعني 3y equal 19 لانه بزيرو راحت يعني y equal 19 over 3 اللي هي approximately 6.33. بينا ناخد خانة واحدة فإذا أول point هي 0.6.3. similarly طبعا point is not enough اللي هي 0.6.1234566.3 يعني أقل من النص. طبعا بتعرف من نضع في نقرس منها نحن اتفقنا بدنا المينيموم 2 point 4x equal 1 ممكن تاخده minus 1 اللي بدكو إياه. خلينا نغير مثلا ناخد x minus 1 or minus 2 اللي بدكم اياه. بنعوض 5 times minus 1 plus 3y equal 19. مثل ما اتفقت الاكس equal انتم بتختاروا الفاليو اللي طلع اساسها واي. فاذا ممكن تاخذوا 1 or 2 or minus 1 or minus 2 اللي بدكم اياه. 3y equal 19 وبتاخذوا الماينس 5 لهونيك. هيدي ماينس انه ماينس 5 بتصير بلس 5 يعني 3y equal 24 يعني ال y equal 24 over 3 يعني equal 8. فإذا second point minus 1 8 نيجي على minus 1 مطلع 8 1 2 3 5 6 7 8. طبعا إذا وصلنا اللاين هيدا اللاين 2 النقاط يعني إذا وصلناهم. طبعا intersection point هي وهي هي solution للسيستم. لو اشتغلتوا elimination ضربته حيطلع x2 بالإليمينيشن عم نحكي y3 وجرافيكالي واضحة السوليوشن هي 2-3. طبعا ما بتوقفوا هون بتكتبوا بالأخير السوليوشن هو عبارة عن x2 y3. بالنسبة للسكند بارت طبعا فيه مشكلة لما ترسموا اللاينز حيلتقوا تقريبا على y20 والx equal 65 over 3 يعني تقريبية اللي هي 21 فاصلة. فطبعا هيدي جرافيكال كمان السكند بارت فيه مشكلة. بس انا هو شغلته درو لاين اتفقنا بدك تاخده 4x0 يعني حعمل اول لاين والتاني نفس الشي هتحطه 12 times 0 equal 9y يعني الy equal 0 على 9 يعني equal 0 يعني first point 0 0. ترجع تاخده 4x 1 or 2 اللي بدكو اياه بتصير 12 times 1 equal 9y يعني الy equal 12 over 9 اللي هي approximately اللي هي 4 over 3 اللي هي 1.3.
تمام 1.33. وبتقعدوا بتاخدوا أول نقطة 0.0 وعلى 1.3 بتعملوا drawing للline الأول، وبترجعوا بتعملوا second line نفس الموضوع for x0 for x1 لتاني line، وبترسموا حيطلع اللاين التاني تقريبا هيك، وبتطلعوا لفوق ليلته. وهي شغلة صعبة انه ترسم بصراحة، لو بدنا نجيب هيك شغلات ما بنجيب هاي الارقام، فكمان السكند بارت فيه مشكلة فما حنحكي عليه. نيجي للثيرد بارت، طبعا هون اتفقنا to draw these two lines، طبعا هيدا هون reduce form in the form y equal x plus b، طبعا برسم اسهل منه يكون عندي، والتاني طبعا in the form of y equal x plus b، طبعا برسم اسهل طبعا اجباري، بس to draw need particular point. هناخد اول line اللي هو y equal 4x minus 3، for x 0 حنعوض y equal عم نعوض محل x 4 into 0 minus 3 بيطلع minus 3، يعني 4 ال first point 0 minus 3. similarly for x 1 منعوض بصير y equal 4 into 1 minus 3 بيطلع 1، يعني النقطة الثانية 1 1، فإذا 0 minus 3 على 1 1. طبعا نوصل البوينت ونرسم اول لاين. نيجي لللاين الثاني y equal minus 2x minus 9، similarly for x 0 بيطلع y equal minus 2 times 0 minus 9 بيطلع minus 9، for x 1 هيطلع y equal minus 2 times 1 minus 9 بيطلع minus 11. هلا لانه انا ال 0 minus 9 مش هتبين عندي هون، فهدول بال x minus 11 مش هتبين معي، فهاخد ال value. عم بتلاحظوا كل ما عم بوصل ل 0 على 1 كبرت، معناته اذا اخذت 4x minus 2 هصغر لي اياه، بصير y equal minus 2 طيب minus 2 minus 9 بيطلع عندي plus 4 minus 9 بيطلع minus 5. فهي النقطة هاخدها، فإذا هدول نقطتين بلاهم لأنه فيهم مشكلة، برجع باخذ 4x minus 3 يصير y equal minus 2 ب minus 3 minus 9، يعني plus 6 minus 9 minus 3، يعني second point minus 3 minus 3. فإذا النقطة الأولى minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5، والsecond point على minus 3 minus 3. طبعا إذا وصلنا اللاين نحصل على intersection. intersection point هي عبارة عن solution اللي هي minus 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 7. طبعا نحن لو كنا بنحل system by calculation بيقولوا y equal y by comparison، يعني 4x minus 3 equal minus 2x minus 9، يعني 4x plus 2x equal minus 9 plus 3، يعني 6x equal minus 6، يعني x equal minus 6 على 6 equal minus 1. وبترجع بتعوضوا بأي معادلة، بتعوضوا بالأولى محلها minus 1 بيطلع minus 7. هيدا by calculation، ومثل ما قلت لكم كسوليوشن جرافيكال ما عم بيطلب منا، بس قلنا عشان نتذكر انه to draw a line we need particular points. شغلة تانية مثلا مثل هون اخدت 0 1 ما فادوني لأنه عم بيعطي قيمة كبيرة minus 9 minus 11، فطلعت انه كل ما عم بقرب على الزيرو عم تصغر القيمة، كل ما عم بطلع على الوان اكيد هتروح هتكبر القيمة، هتصير ماينس 13 مثلا، فاخدت على ماينس 2 ماينس 3. طبعا هدول اللي بهمون بالنسبة لهيدا السؤال. هلا في شغلة تانية بدنا ننبه عليها، مثلا هدول اللاينز هدول بارلل اذا حنرسمهم. طبعا شو يعني بارلل؟ لو انا بدي اعمل سول باي كالكوليشن هتصير 3x ماينس 2y ايكوال 0، حنعمل الرينج طبعا to solve the system you can eliminate x or y. هلا ممكن واحد يضرب ب 6 ب minus 3، انا حضرب بس ب minus 2 لانه بصير عندي minus 6 وتحت عندي 6، بصير عندي minus 6x plus 4y equal 0 و 6x minus 4y equal 3. اذا بتجمعوا هتلاحظوا راح ال y وراح ال x فطلع 0 equal 3. هيدي طبعا false for all values of x and y. For all values يعني false، يعني no solution. طبعا هيدي special case بتطلع ببعض الحالات، حالات البارلل بتطلع no solution،
امرار بيكون اللاين كونفاوندد لاين، شان كونفاوندد يعني المعادله الاولى والثانيه بيطلع عندكم 0 ايكوال 0، يعني بتكون نفس المعادله اللي فوق هي نفسها. يعني شايفين لو كانت المعادله اللي فوق هي مثلا 1.5 بتضرب ب 2 شو حتصير هون؟ حتصير 3. بالجمع حيصير عندي 0 ايكوال ل 0، طبعا حتصير ماينس، انا عم بضرب بماينس 2، فحيصير عندكم 0 ايكوال 0. ساعتها لما يطلع 0 ايكوال 0 ترو فور اول فاليوز، يعني بيطلع انفينيت نمبر اوف سوليوشن. هدول خليهم براسكم انه ممكن يطلع معنا يا اما نو سوليوشن يا اما انفينيت نمبر اوف سوليوشن. هدول سبيشال كيس، امتى؟ لما يروح الاكس والواي، ما عاد في اكس ولا واي. اذا اعطتكم فورس مثل قبل اول اكزامبل نو سوليوشن، اذا راح الاكس والواي والكونستنت وعطت 0 ايكوال 0 يعني بمعنى الثاني ترو، لانه 0 ايكوال 0 ترو فور اول فاليوز. يعني شو ما تعوضوا هون مثلا اعتبروا 0 اكس، شو ما تضرب حتعوضوا مع الاكس او الواي هيطلع ترو. فعشان هيك بنقول انفينيت نمبر اوف سوليوشن. طبعا اذا بدنا نرسم هدول اللاينز حناخذ فور اكس 0 هتعوضوا حيطلع الواي 0، يعني اول نقطه 0 0 هتاخذوا فور اكس 1 هيطلع معنا يعني 3 تايمز 1 ايكوال 2 واي، يعني الواي ايكوال 3 اوفر 2 يعني 1.5. بعدين 0 0 على 1.5، وهيدا اول لاين. ترجع بتاخده 4 لللاين الثاني 4 اكس 0، هنعوض 6 تايم 0 ماينس 4 واي ايكوال 3. الزيرو راحت، يعني الواي ايكوال 3 على ماينس 4 اللي هي ماينس 0.75. نفس الشيء هتاخده 4 اكس 1، هيصير عندي 6 تايمز 1 ماينس 4 واي ايكوال 3، يعني ماينس 4 واي ايكوال 3 ماينس 6، يعني الواي ايكوال ماينس 3 على ماينس 4 ايكوال بلس 3 على 4، يعني 1 0.75. فحناخد الزيرو ماينس 0.75 يعني اقل من الواحد بشي بسيط، وعلى ال 1 بيطلع 0.75. لما ترسموا اللاين حتلاقوهم طلعوا بارلل، يعني بترسموهم بتلاقوهم طلعوا parallel line. شو يعني parallel؟ no solution، ما في تقاطع بيناتهم. هاي بالنسبة لللاينز. نيجي للسؤال الثاني. طبعا اعطيكو geometric shape part 1. طبعا هيدا هون قبل ما نروح part 1، هيدا condition يعني فوق الستة فوق rejected تحت الزيرو rejected. اعطينا gb طوله 6، جي اف طوله 3، والاف سي طوله 5. طبعا هو طالب منا اول شيء نطلع الاريا، اريا 1 لمين؟ الاف سي ام، للتريانجل اف سي ام. طبعا هذا المثلث مثل ما ملاحظين هو رايت، طبعا ليه رايت؟ لانه تحت ريكتانجل، وجبار الاريا بدي رايت انجل، فالاريا لازم نعرف هي هايت تايم بيز اوفر 2. طبعا الهايت هن اللي عاملين زاوية 90، واحد هايت واحد بيز، فهذا هي اف سي تايمز اف ام اوفر 2. الاف سي 5، الاف ام هو اكس اوفر 2، يعني بتطلع 5 اكس اوفر 2. الفرقة الثانية عم بقول لك اكسبريس اريا 2 وبرهنا يكون شكله بهالفورم. طبعا الاريا 2 للمثلث ام اي بي، هذا المثلث طبعا هيدا ال 90 هي هايت تايم بيز اوفر 2. الهايت طبعا هو الاي ام او الاف او الاي بي، واحد هايت واحد بيز تايمز اي بي اوفر 2. الاي ام طبعا هي كلها هيدي ستة، فاذا الاي ام بضل منها ستة مشيول منها اكس، يعني تخيل هيدي رقم 2 مثلا، 6 ناقص 2 4 بعرف طولها، بس لانه هون فاريبل، فاذا هيدي الفاليو اللي ضلت للاي ام هي 6 ماينس هيدا البارت، فاذا هي 6 ماينس اكس تايمز الاي بي هي عباره عن 3 اوفر 2. طبعا بعمل اكسباند 10 ماينس 3 اكس اوفر 2، ولانه طالب مني هيدا الفورم بدي اعملها ديفايدنج 10 على 2 9، 3 اكس على 2 بضل 3 اكس على 2 اللي هي فعليا ماينس 3 اكس اوفر 2 plus 9، يعني طلع لنا the same form. فرع الثالث for which value of x يعني you have to solve، فإذا بدنا نطلع عدل x you have to solve، we need equation a to solve that the two areas
ار ايكوال يعني بدي اعرف اريا 1 ايكوال اريا 2، يعني بدي اخذ المعادله الاولى بتساوي المعادله الثانيه. طبعا اجباري to solve this equation بدنا ناخذ الاكسات على جهه والارقام خليهم على جهه. هلا ممكن تحولون same denominator وتشيلوا الدينوميتر كان بيمشي الحال، واذا بدكو تخلوهن same fraction بصير 8x على 2 equal 9 سابت اسمت، يعني بطلع 4x equal 9 يعني x equal 9 over 4 اللي هي approximately اللي هي اذا 2.25. هاي بالنسبة لمين الـ x، طبعا هاي دي accepted لانه according to the accepted السبب، طبعا هاي دي سي من الـ condition كل شيء بين 0 و 6 accepted. هلا لو طلعت معي مثلا 7 8 rejected طلعت من negative rejected. هلا بـ part B يعطيني 2 lines، اللاين الأول y equal 5 over 2x واللاين الثاني y equal minus 3x over 2 plus 9. إذا بترجع للي هون هتلاحظوا اللاين الأول هو area 1 وهيدا هو نفسه الـ area 2. هي طلعوا عليهم لاحظوا الـ area 1 والـ area 2 هتلاحظوا هن نفسهم اللاينز، فكأنه فعليا هون لما قال لي draw the line وبعدين تستنتج ال value of x بحيث have same area، يعني هي فعليا عم بقول لي ارسم اللاينز الاول واللاين الثاني ومحل ما بيتقاطعوا هو السوليوشن اللي هو لازم يطلع فعليا x equal 2.25، لازم يطلع نفس هيدا السوليوشن لانه هون باي كالكوليشن هون باي drawing. فاذا لنرسم الرسم الاولى حتاخذوا y equal 5x over 2، لازم تعرف هذا pass through origin لانه in the form y equal ax، او بدك تاخذه for x 0 او فيك تقول تقول it is pass through origin لانه in the form y equal ax. هيطلع y equal 5 over 2 times 0 بيطلع 0 for first point 0 0. برجع باخذ for x 1 بيطلع y equal 5 over 2 times 1 يعني equal 5 for second point 1 و 2.5. اذا اخذنا اللاين الثاني دخلنا اللاين الثاني اللي هو y equal minus 3 over 2x plus 9 وبدي ارسمه بدي اخذ 4x 0 طبعا بيطلع y equal minus 3 over 2 times 0 plus 9 ونحن بنعرف انه بعطوه بيطلع ال y intercept بيطلع ال b يعني equal 9 لانه اي شيء ضرب 0 بيطلع 0. similarly 4x 1 هيطلع y equal minus 3 over 2 times 1 plus 9 اللي هي minus 1.5 plus 9 اللي هي approximately 7.5 مش approximately exactly 7.5. هلا انا اذا ما حتعين مع 0 9 ممكن تاخده for x مثلا 2 عشان تصغر القيمة، بتصير y equal minus 3 times 2 over 2 plus 9 اللي هي 2 مع 2 بتروح بضل equal 6. فإذا في عندي 1 7.5 وعندي على 2 6. طبعا to draw أو to find the solution اللي هو فرع B، طبعا you have to draw، نحن بعد ما خلصنا drawing حناخد أول نقطة 0 0 والسكند بوينت 1 2.5 وهيدا أول لاين. ترجعوا لللاين الثاني على 1 7.5 3 4 5 6 7.5 وعلى 2 بيطلع 6. طبعا بتوصلوا اللاين الثاني، طبعا ما تنسوا تعطوا اسم، هيدا دي 2 وهيدا دي 1. طبعا وين التقوا؟ نحن بدنا سوليوشن، يعني على لما تيجي ترسموا اللاين بالمسطره مظبوط حتطلع هون تقريبا هيدي هي الانترسكشن اللي هي لازم تطلع 2.25. انا طبعا رسمتها بايدي على السريع. طبعا لازم يطابق مين؟ لازم يطابق اللي طلعت معي هون لانه بالنهايه هيدا باي كالكوليشن لازم يطابق اللي جرافيكالي، فلازم يلتقوا على x equal 2.25. ما طلب من الواي لانه هون نحن مش عم نطلع اكس واي، عم نطلع امتى الاكس بحيث تو اريا تقريبا، يعني معنى تاني اللي هي اللاين الاول واللاين التاني
واللي احنا طلعناها بالفيرست بارت. هلا اذا اجينا الهوم وورك اللي بالويك نمبر 24 اللي هو داي 3، طبعا طالب مني هيدا تو فايند ذا انترسكشن بوينت بتوين ذيس تو لاينز. نحن نعرف نطلع الانترسكشن بوينت بتوين اني تو لاينز، يو هاف تو سولف باي واي ايكوال واي. هلا ممكن واحد يقول لي سيت اب، انا اذا بدي اخذ اول سيستم واشتغل باي اليمينيشن بتقدر تشتغله، بس بتعمل ساعتها ارينج لتصير 2 اكس بلس واي ايكوال 5 هون واي ايكوال 5. طبعا هيدا سبيشال كيس لانه ما في مع اكس. طبعا بسيبك تعملوا اليمينيشن للواي لتطلعوا الاكس، او تعملوا سبستيوشن لانه معكم قيمه الواي. بس الخلاصه باللاينز افضل طريقه تو فايند ذا انترسكشن بوينت هي واي ايكوال واي. ونحن بنعرف كسوليوشن لاي سيستم لاي معادلتين هو بدنا نشتغل بالطريقه اللي نحن بنفضلها. وطبعا باللاين مثل ما رجعنا قلنا هي باي كومباريزون. فاذا هون بدنا نقول واي ايكوال واي يعني ماينس 2 اكس بلس 5 ايكوال 5 يعني ماينس 2 اكس ايكوال 0 يعني اكس ايكوال 0 على ماينس 2. فطلعنا الاكس والواي معي بدون ما تعوضوها، لو عورته هون 0 بده يطلع كمان 5. فالسوليوشن اللي هو الام فعليا ما في داعي تكون سوليوشن لانه هي الانترسكشن بوينت عند اكس 0 الواي 5. بالنسبه للثاني بارت اعطينا واي ايكوال اكس بلس 3 واللاين الثاني. طبعا to find the solution احنا بناخد y equal y يعني x plus 3 equal 1 minus 1 over 3x plus 1. طبعا to solve this equation يا اما بتحولون كلهم ل same denominator بتختزلو، او مثل ما قلنا قبل شوي بناخد اكسات على جهه وارقام على جهه، بصير x plus 1 over 3x equal 1 minus 3. طبعا to add ال x with the same denominator حتضربه هون times 3 times 3، صار عندي 3 plus 1 4x over 3 equal minus 2. أفضل حال تعملوا كروس أو تحولوها سم دنومينيتر مثل ما قلت تختزلوا. بعدين 4x equal نعمل كروس equal minus 6 يعني x equal minus 6 over 4 equal minus 3 over 2. طلعنا الx you have to substitute، أحسن ما عوض بالفراكشن ما نعوض بالأولى. and y equal x plus 3 وما نعوض minus 3 over 2 plus 3 نحط على 1 times 2 times 2 بطلع minus 3 plus 6 over 2 يعني ال y equal 3 over 2 يعني solution هو x minus 3 over 2 وال y 3 over 2. طبعا هذا حلينا. مش الفرع الثالث similarly to solve the system we have to solve the system أو to find the intersection point we have to solve the system. طبعا هون ما بيمشي حال y equal y لانه هدي special case تغرب تعوضه، فبتاخدوا y equal minus 4 محل ال x minus 1 plus 2 بطلع plus 4 plus 2 بطلع 6 يعني solution او اللي هي الام هي minus 1 6. بالlast part كمان نفس الشي to find the intersection point we have to solve the system. طبعا هناخد y equal y يعني 5 over 2x equal x plus 3 مثل ما قلنا الاكسات على جهه ارقام على جهه. حاشتغل بطريقه تحولون سم دنومينيتر حتى نغير الطريقه. طبعا هون عنده 2 معناته هاي بدي اضربها ب 2 ب 2 وهي بدي اضرب ب 2 ب 2. شو صار عندي؟ صار عندي 5 2 5 over 2x equal 2x over 2 plus 6 over 2 وبتشيلوا ساعتها الدنومينيتر فبصير 5x equal 2x plus 6 يعني 5x minus 2x equal 6 يعني 3x equal 6 الx equal. طلعت الx ما نعوض، عوضوا بالتاني لانه اسهل. and y equal x plus 3 يعني equal 2 plus 3 يعني الام عنده x 2 y 5. السؤال الثاني طبعا اعطيني طبعا اعطيني السؤال الثاني تو لاينز لاين 1 دي 1 انتم شايفين، واعطيني لاين 2
بارت 1 مطلوب منا to plot the lines. طبعا مثل ما اتفقنا to plot the line هناخد اول line we have to take particular point هناخد for x 0 ومنعوض. ومعروفة انه لما منعوض الزيرو بيطلع البي لانه بتاعت الواي انترسب. فعنا بيطلع 6 يعني اول نقطة 0 6. نرجع ناخد for x equal 1 بصير y equal 3 times 1. هلا لاحظ بين القيمة حتكبر حتصير نحن ناخد minus 1 عشان ما نكبر القيمة. فبيطلع عندي minus 3 plus 6 equal 3 minus 1 3 بعدين 0 1 2 3 4 5 6 على minus 1 is 3 ومنقوم بعملية join لل طبعا بيطلع معنا اللاين الأول. بنيجي ل second line كمان نفس الموضوع بدنا ناخد particular point هناخد اللاين الثاني اللي هو y equal minus x over 3 plus 3 هناخد for x equal 0 يعني y equal minus 0 over 3 plus 3 بتعرفوا على 0 كله بده يروح بيطلع 3 يعني اول نقطة 0 3. نرجع بناخد for x equal 1 بصير y equal minus 1 over 3 plus 3 طبعا بيطلع 8 over 3 اللي هي approximately 2.6. فبنحط 0 3 على 1 2.6 تقريبا هيدا هو اللاين. طبعا ما ننسى نسمي اللاين هيدا دي 1 اول لاين رسمناه وهيدا دي 2. طبعا بارت 2 عم بقول لي شو ذات ذا تو لاين بيربنديكولار. بيربنديكولار جرافيكا اللي واضحين انه هن عاملين انجل 90 هون بس يو هاف تو بروف ذات ذيس انجل 90. طبعا كده برهنا 90 بدنا ناخد سلوب لاول لاين واضربه بسلوب لللاين الثاني. سلوب لللاين الاول هو ال ايه اللي هي 3. سلوب لللاين الثاني اللي هي مضروبه بالاكس اللي هي حد الاكس اللي هي فعليا هون 1 اكس يعني هي ماينس 1 اوفر 3 بتروح ل 3 مع 3 شو طلع يعني معناته زن دي 1 بيربنديكولار للدي 2. نيجي لبارت 3 عم بقول لي ذا تو لاين انترسكت ات ايه. طبعا هيدي هي الايه هلا انا بتلاحظوا بالرسم مش 100% ظابطه. اللي باكدها هو اكزاكتلي وين باي كالكوليشن اللي هي بدي اشتغل السيستم اللي هي واي ايكوال 3 اكس بلس 6 عم بتقاطع مع اللاين الثاني اللي هو واي ايكوال ماينس اكس. بدنا ناخذ واي ايكوال واي يعني 3 اكس بلس 6 equal minus x over 3 plus 3. طبعا ممكن تحولون كلهم سيم دينومينيتر او اكسات على جهه ارقام على جهه. هناخد الاكسات على جهه والارقام بصير عنا هنكفي الحل هون بصير عنا طبعا to add we need same denominator هنضربها ب 3 ب 3 صار عندي 9x و x يعني 10x over 3 equal minus 3 بنعمل كروس بطلع 10x equal minus 9 يعني x equal اللي هي minus 0.9. شفتوا يعني هي مش طالعة 100% هون يعني هي اقل من ال 1 بشي بسيط minus 0.9 يعني هون تقريبا يعني ال a على minus 0.9 ومنعوض ساعتها and ال y equal 3 into minus 9 over 10 او بتحطوها بالدسمال plus 6 يعني بيطلع عندي minus 27 over 10 بضربها ب 10 فبيطلع عندي minus 27 plus 60 بيطلع 33 over 10 اللي هو تقريبا 3.3 يعني الـ A عندك coordinates minus 0.9 3.3 جرافيكالي معنا 0.9 3.3 هلا انا مش 100% تقريبا هون بدها تطلع معنا. هاي بالنسبة ل intersection. نيجي ل part 4 عم بقولكم شو ذات ذا point C090 هي belong لل line D2.
طبعا اذا بنرجع على اللاين دي 2 هو معادلة y equal minus x على 3 plus 3. فاذا y equal minus x على 3 plus 3. هلا ال 9 0 اذا باجي جرافيكال هون 1 2 3 لل 9 حتلاقوها تقريبا مش مبينه معي هون، فال c حتكون لهون بهي الجهه، مبين ال 9 0 موجوده على اللاين. طبعا to prove you have substitute ال x وال y بقلب اللاين، بمحل ال 1 نحط 0 minus محل x 9 على 3 plus 3. بتعرفوا 9 على 3 هي عباره عن 3 وفي minus يعني minus 3 plus 3 يعني حقق true، يعني ال c belong للline D2. نيجي للبارت 5، عم بقول لي D1 بيقطع ال x axis at point B، مطلوب مني to find the coordinates of B. طبعا هي تقريبا بين هون، كيف بدنا نطلع؟ نحن بنعرف بدنا ناخذ المعادلة لل D1، D1 هو y equal 3x plus 6، ولأنه النقطة موجودة على ال x axis معناته بدي أعرف. فإذا ال B belong لل y axis لل x axis عفوا ال x axis يعني ال y 0، فبنحط محل ال y هون 0، بنحلها بصير minus c x plus 6 يعني x equal طبعا هون minus c x equal 6، خلينا 6 محلها لأنه هون ال x يعني x equal 6 على minus 3، وبنرجع بنعوض. طبعا ما في داعي تعوض ال y 0، ما احنا عارفين انه هي بلونج لل x axis، يعني ال b عنده minus 2 0. طبعا بكون عندي رسم مش مظبوطة، بس هي exactly minus 2 0، يعني اللي بده شوي يكون تظبيط. نيجي على part 6، عم بقول ال e هي intersection of d1 with y axis، يعني هون حتكون عندنا نقطة اللي هي e، فلازم اعرف مثال ال e belong لل y axis معناته ال x equal 0، منعوض باللاين اللي هو y equal 3x plus 6 منحط محلها 0، يعني بطلع y equal 3 times 0 plus 6 بطلع 6، يعني نقطة E عندها 0 x y 6. آخر part E، هيدا part A، عم بقول لي find the coordinates of the center arm circumscribed around triangle AEC، يعني هيدا المثلث نحن بهالنا رايت، طبعا لازم يكون رايت والا في مشكلة، لانه نحن نعرف ال center of circle لأي triangle صعب تنوجد، بس بالرايت بتكون mid point of hybrid. فإذا بدي أقول أول شيء triangle AEC is right at A، معناته زان اللي هي الام هي mid point of hypotenuse اللي هو اي سي، وبتعرف المد بوينت حتكون يعني اكس ام ايكوال اكس اي زائد اكس سي على 2، الاكس للاي هو 0، الاكس للسي هي 9، بطلع 9 over 2. بنرجع بنجيب ال y للام بنفس الطريقة y e plus y c over 2، ال y لل e هي 6، ال y لل c 0 بيطلع 3، يعني الام عنده 9 2 3. شو يعني 9 2؟ يعني 4 ونص ومطلع ل 3، وهي هي النقطة مين اللي هي الام اللي هي الميد بوينت. واذا ترسموا دائرة طبعا تفتح البكار وبترسموا الدائرة. هاي بالنسبة للهومورك، ان شاء الله تكون وصلت الفكرة ويعطيكم العافية.